اهلا بيكم وحلقه جديده من برنامج زمان كان. واحده من اقدم كنائس مصر هنعيش مع بعض رحله عبر الزمان. كنيسه السيده مريم العذراء بالمعادي، وطبعا هي موجوده في موقع جميل ومتميز على كورنيش المعادي. هنستمتع وهنعرف معلومات تاريخية جميلة جدا معاكم في زمان كان، وهنحتفل كمان مع الإخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد.